تتواصل في مدينة العالمين الجديدة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة، والذي سوف يستمر حتى 26 من الشهر القادم. ويعد المهرجان هو الأول من نوعه في مصر، الذي يجمع على أرضه في مدينة العالمين الجديدة ما بين الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وعروض الأزياء والأداء الحركي والبالي والأنشطة الترفيهية الأخرى أيضاً.